هلا الواقع هي شوف العمل هو المشفى بشكل مباشر المشفى هلا يعني صواريخ وبراميل دكتور شكله حكى نشجع الناس والله نحن مصابين تثبيت موضوع تثبيت السكان هون بصراحه اما بيكون بتخليم او مثل ما تفضل الاستاذ محل عملنا بعيده شوي عن الجبهه زيارة مفاجئة لنائب رئيس الحكومة المؤقتة لمنطقة المرجو بالتحديد. هذه الزيارة اقتصرت على المشافي المدمرة وأيضا على المدارس المدمرة في منطقة المرجو. بدك أول شيء تمنحهم يطلعوا لبرا أثناء الفصل. إذا بتحطوا أكياس حوالين حاليا ما يعني بصراحة بدنا أول شيء نأمن الطبية الحالة الطبية اللي المقصرين فيها هون كمنظمات والتعليمية التعليم مثل ما لاحظنا مدارس مدمرة كلها يلزمها صيانة برقم معقول يعني وبنفس الوقت نشجع الأهالي ترجع لهون بحيث تلاقي إنه في مؤسسات طبية وفي مؤسسات تعليمية قائمة. هاي حي القرم احتفنا على أحياء كل شيء موجود هناك مدارس كثيرة مدمرة هناك مدارس كثيرة تفتقد إلى المستلزمات التعليمية البسيطة والأساسية يعني فلذلك أحببنا نحن ومن أجل تثبيت المواطنين في الأماكن القريبة من الجبهات الساخنة أحببنا أن نفتتح المدارس وأن نضع كافة المتطلبات التي تستلزمها هذه المدارس وعيننا لها كادر تعليمي وكادر إداري والحمد لله رب العالمين أن هناك عائلات كثيرة كانت موجودة في أماكن بعيدة وفي حتى في الأماكن الأكثر أمانا عندما علمت بأن هناك مدارس قد افتتحت بالقرب من هذه الجبهات يعني عملت هجرة عكسية وعادت إلى هذه المناطق.